رجع عباد الله جوج بحوره والمواطن كيشري السردين ب 30 درهم الكيلو فوق شويه على المسكين واللي ما قادش على المسؤوليه يحط سوارت الحوت كما تنقولوا هذا العام اخوتي راه هو غالي ديك العام كانت الاسمنه طالعه وهذا العام عاوتاني الاسمنه طالعه السردين 20 درهم حتى 18 درهم راه البوفري اللي كيجيو عندنا هنا وكل ما كانوش هاد العشوائيه هذه راه البوفري غياكل الترابي كل غادي ياكلوا بعضياته هنا هي المراقبه ديال الاسعار وتادول كيخرجوا الاسعار ويمشيو عند الناس الكبار يمشيو عند الكروسيس علاش غيجيو للحوانت ويجيو عندنا حنا الطواب راه النيفه والله ما نكذب عليك شتي هذيك المرسه ديك ديال الهراويين كاين كيصور جوج المليون في النار ثلاثه في النار دوك الشناق لا راه على حاسيب ولا رقيب الحكومه ما لا معايفاش هاد الشيء الحكومه ديالي كتهضر بالانجليزيه وهي مدرك على هاد الشيء السؤال مطروح علاش المواطن الاوروبي شبع الحوت علينا في حين حنا اللي كنصدروا ليه سمك السردين حوت الفقراء ولا الثمن ديالو تقريبا 20 درهم في الاسواق المغربيه الثمن كيختلف على حسب المدن في حين ما كانش الثمن ديالو كيتعدى 10 درهم او اقل المغرب كينتج حوالي 1,300,000 طن من الاسماك سنويا حيث كيستافد من جوج واجهات بحريه من المياه الاقليميه كيحتل المغرب موقع الرياده في صيد الاسماك والمأكولات البحريه على المستوى العربي والافريقي وكيحتل المرتبه 17 على مستوى العالم لكن مع كل هذه المعطيات فكيبقى السمك غير متاح على الموائد المغربيه بسبب الاثمنه الباهظه ديالو واللي ما كتماشاش مع القدره الشرائيه للمواطن المغربي كاين شي انواع ديال الحوت عمر المغاربه بصاد ما ذاقوها كيشوفوها غير في التصاور ولا الا ضربوا شي دويره في شي سوق ممتاز وانتم شاركونا رايكم في هذا الموضوع واش شبعانين الحوت كان معكم ميكرو مغربي.